أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة نجومي إكسترا لأخبار الفن والفنانين. تعرف على جنسيات وأعمار أبطال مسلسل 5.5/2019. الفنان قصي خولي وعمره 43 عاما، من مواليد عام 1976. ولد قصي خولي في قرية ظهر صفرة التابعة لمحافظة طرطوس في سوريا، يعيش حاليا متنقلا ولكنه يمتلك منزلا في مدينة دمشق. والده عميد خولي صحفي سابق، ووالدته السيدة سعاد، ولديه 4 أخوات هن محار ولجين وليالي وجلنار، وهو أكبرهم. شاهد قصي خولي مع شقيقاته 4. درس قصي في البداية الحقوق لمدة 2، ولكن ميوله الفنية قادته نحو المعهد العالي للمسرح. وعلى الرغم من اعتراضات عائلته القوية، أصر قصي على التسجيل في المعهد العالي للمسرح. بدايته الفنية كانت عام 1999 ميلادي في فيلم ذاكرة صعبة، وأيضا حاز على جائزة أفضل ممثل عربي لعام 2006 عن دوره في مسلسل غزلان في غابة الذئاب. الفنانة نادين جيم وعمرها 35 عاما، من مواليد عام 1984. ولدت الفنانة اللبنانية نادين نجيم في العاصمة بيروت، والدها هو نسيب نجيم المنحدر من منطقة البقاع اللبنانية وتحديدا من بلدة توريس، أما والدتها سميرة فهي من تونس. نادين نجيم مع والدها ووالدتها. شاركت بمسابقة جمال لبنان عام 2004، والتي كانت بأسلوب تلفزيون الواقع، لتتوج نجيم باللقب بعد تغلبها على منافستها وتفوز بلقب ملكة جمال لبنان. عام 2013 تزوجت نادين نجيم من المهندس هادي الأسمر، ورزقا خلال زواجهما بولدين، هما جوفاني وهيفن. أبناء نادين جوفاني وهيفن. الفنان معتصم النهار وعمره 34 عاما، من مواليد عام 1984. ولد الممثل السوري معتصم النهار في السعودية، وتحديدا في مدينة الرياض، حيث كان يقيم هناك هو وعائلته. وهو محام سوري، لم يخطر في باله يوما أن يصبح ممثلا شهيرا، إذ كان يحلم منذ صغره أن يدرس الحقوق ويتخرج بهذا الاختصاص ويعمل في المحاماة. لكن أثناء وجوده في الجامعة بدأ ينجذب للمعهد العالي للفنون المسرحية، ومن ثم قرر الالتحاق بالمعهد، لكن مع الإبقاء على تخصصه الأساسي. بعد سنوات قليلة تخرج الممثل السوري معتصم النهار من الجامعة باختصاصين وهما الحقوق والتمثيل، وبدأ يشق طريقه في المهنة. تزوج من فتاة سورية تدعى لين من خارج الوسط الفني عام 2015، وفي عام 2016 رزق منها بابنته الأولى ساندرا. الفنان معتصم النهار مع زوجته وابنتهما. الفنان سومر ديب وعمره 27 عاما، من مواليد عام 1991. وهو ممثل سوري من مواليد مدينة سلمية، تقع على بعد 30 كيلومترا إلى الشرق من مدينة حماة في وسط سوريا. برجه الفلكي هو برج الأسد. الفنان سومر ديب مع والدته. الفنانة كارين سلامة وعمرها 49 عاما، من مواليد عام 1970.
إعلامية وممثلة لبنانية ولدت في بيروت. بداية دخولها للمجال الإعلامي كانت في تلفزيون المستقبل عام 1996، وذلك عندما افتتحت القناة. بدأت بتقديم برنامج عالم الصباح على قناة المستقبل، وأصبحت لها مكانة في الوسط الإعلامي، وزادت شهرتها ولقبت بفراشة المستقبل. كارلين سلامة وزوجها جوني وولديها. الفنان قاسم منصور وعمره 27 عاما، من مواليد عام 1992، ممثل لبناني شارك ببرنامج أرب كاستينج الموسم الثاني. بعدها شارك بعدة أعمال لبنانية وعربية، أول أدواره كان بفيلم ميكس وعنتر، وبالتلفزيون كان بمسلسل الشقيقتان بدور صغير. شارك بعدها بمسلسل كراميل مع ماجي بوغوسون، إلى أن شارك بدور مهم من خلال مسلسل ثورة الفلاحين. الفنانة رولا حمادة وعمرها 58 عاما، من مواليد عام 1961، ممثلة لبنانية من أصول فلسطينية، ولدت في بيروت، وانطلاقتها كانت أوائل الثمانينات عندما قامت بأخذ دور في أحد الأفلام اللبنانية. تزوجت الفنانة من رجل كندي الجنسية يدعى شون بعد انتقالها للعيش في كندا. رزقت بابنها الوحيد الذي أسمته زمن، كونها تحب الأسماء العربية، عام 2004. الفنان رفيق علي أحمد وعمره 65 عاما، من مواليد عام 1954. ولد الممثل والمؤلف والمخرج رفيق علي أحمد في منطقة يحمر الشقيف الجنوبية بلبنان. تخرج في الجامعة اللبنانية عام 1981 بعد أن درس الإخراج والتمثيل. كانت بدايته الفنية في فيلم ليلى والذئاب سنة 1984. بعدها شارك في عدة مسلسلات تلفزيونية هامة مثل الزير سالم عام 2000، وصلاح الدين الأيوبي عام 2001، والظاهر بيبرس عام 2005. الفنانة سينتيا سومائيل وعمرها 23 عاما، من مواليد عام 1995، عارضة أزياء وممثلة لبنانية. فازت بلقب الوصيفة الأولى لفارلي أبو شقرة ملكة جمال لبنان سنة 2015. ولدت في بيروت، شاركت ومثلت لبنان في انتخاب ملكة جمال الكون بعد أن اختارتها وزارة السياحة. الممثلة سينتيا سومائيل مع والدتها. الفنانة إيمان عبد العزيز وعمرها 55 عاما، من مواليد عام 1963، ممثلة سورية. كانت بدايتها في تسعينات القرن العشرين، حيث شاركت بالعديد من المسلسلات منها المحكوم عام 1996، لتتوالى أعمالها بعد ذلك، والتي من أبرزها يوميات جميل وهناء وباب الحارة. الفنان جوليان فرحات وعمره 39 عاما، من مواليد عام 1980. الفنان جوليان فرحات والممثلة رولا حمادة. الفنان حسين بنيش وعمره 25 عاما، من مواليد عام 1993. الفنانة رواد عليو وعمرها 36 عاما، من مواليد عام 1983. رواد عليو ممثلة سورية التحقت بكلية الحقوق، ولكن في السنة الثانية توقفت عن الدراسة واتجهت للتمثيل، حيث كانت أول أعمالها مسلسل نرجس عام 2003. رواد عليو وابنتيها دور وورد.